برحب بحضراتكم جديد كابتن وليد. سريعا جدا توقعاتك. مباراة يعني واضح انها هتبقى مقفولة. فرقتين بيلعبوا زي بعض 5-2-3. فرقتين مش عايزين يتغلبوا. واضح ان هم عايزين يجمعوا نقاط. كل واحد بيلعب على الثلاثي الامامي، خالد الغندور، ابراهيم حسن، بواتنج في الاتحاد، الناحية التانية مصطفى شلبي، جرجس مجدي، ابراهيم جلال. زيزو كنت نفس الكلام، المباراة مفتوحة بشكل كبير. لا هو قال مقفولة، انت بتقول مفتوحة؟ لا انا قصدي اقول يعني انا اعتقد المباراة هيبقى فيها يعني هيبقى فيها اهداف. ماشي. الفرقتين هيلعبوا على الفوز. اعتقد انا من وجهة نظري هيبقى فيه مساحات كتيرة جدا. طبعا الاتحاد بيفتقد مبلولو تاني طبعاً. بعد الماتش اللي فات احرز هدفين ورجوعه من الاصابة ورجع تاني اتصاب. امبي عندهم برضو الناحية الهجومية، برضو عندهم ابراهيم جلال ومصطفى شلبي مهاجمين ليهم وزن كبير وعندهم بشكل خطورة جامدة جدا، واحرزين وعندهم تقريبا اكتر من 19 هدف في الناحية الهجومية. جان ابوكا برضو هو مش موجود في التشكيلة. اعتقد المباراة هتشوف اهداف بداية الشوط الاول. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل على استاد اسكندرية. الاتحاد بيستضيف امبي ووجها لوجه على الخطوط عماد النحاس مع فييرا.